هي ليست مجرد مقاعد وطاولات وأباريق شاي وفناجين قهوة، إنها أشبه بمراكز ثقافية كتب فيها المبدعون أعمالهم الإبداعية، وقرأوا وجوه الناس وأحلامهم، وغاصوا في أعماق الشارع من خلالها. إنها المقاهي الثقافية التي تنتشر في معظم أرجاء الوطن العربي، ويرتادها الأدباء والفنانون والمبدعون. سوف نتجول بين طاولات المبدعين لنتعرف عن طقوسهم وحياتهم وكتاباتهم في المقاهي الثقافية. التي أزهرت وأينعت واخضرت، فكان لابد من ثقافة الاعتراف كتشجيع على مزيد من العطاء، تشجيع واعتراف في نفس الوقت على تلك المجهودات المبذولة من طرف هذا الشخص المكرم. خير الله ساجر أدليمي، هذا الأستاذ الذي لابد أن أعطي ورقة تعريفية مختصرة حتى يتوضح للحضور الكريم من تكون هذه الشخصية المكرمة اليوم من بلاد العراق الشقيقة. كيف تمكن من الجمع بين اهتماماته الثقافية الإبداعية الجمعوية إن أردنا أن نسميها مع أبحاثه الدينية، إلى جانب عمله العسكري واهتمامه السياسي؟ يعني كيف خلق هذا التنوع وهذا التكامل في شخصية واحدة؟ وأول ضابط يقول تمرد في الجيش على مستوى الطول، فكنا في حرب 67 ما صدر القرار مجلس الأمن 242 وتحولت الجيوش العربية. عندما تحولت الجيوش العربية بعد 67 نتيجة قرار مجلس الأمن 242 تحولت إلى حرس حدود إسرائيل. وعندما حدثت المعركة الأولى لقبها كمعركة بدر ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين يسموها معركة الكرامة، وغزا فيها العدو الصهيوني الأردن لعام 67 وحصلنا لها
ياسر عرفات بأربعمية مقاتل، ووجدت نفسي حرب الضباط والجنود، وانضم عدد معي عدد كبير من الجنود والضباط وضباط الصف، وأصبحت مطارة من ذلك الوقت للنظم العراقية إلى يومنا هذا، متنا بالتحرير والتمرد ونهب السلاح ونهب الآليات وتحريض الجنود وإلى آخره. ولا تأخذ الثقافة وفيها المغاربة. شهادة منك نعتز بها أستاذ خير الله ديمي، قال في قصيدة: وليد قاب مقامك هناك، تركت هنا كل شيء، مكتبتك أشياءك الصغيرة والكبيرة، تركت أيضا اسمك محفورا على جدران أوسلو، لم تأخذ معك غير نقطة بيضاء، لم تأخذ معك غير نقطة بيضاء مثيرة للجدل. الآن أصبح بيني وبينك ضفة سرمدية، أنت هناك بأجنحة ذهبية. والكاتب العام لرابطة الإبداع من أجل السلام أسس واشتغل بمنصب رئيس جمعية ألماس للثقافة والفن لمدة 10 سنوات، كما أنه هو مؤسس عضو اللجنة المشرفة عن جائزة زهر الزراوي للإبداع الشبابي. شارك في لقاءات وطنية وعربية، آخرها لقاء مهرجان الربيع الثقافي في بيروت والقاهرة على ما أظن صحبة المرحوم وليد الكوبيسي. حظي مؤخرا بتكريم رسمي من طرف وزارة الثقافة المغربية، ينشر نصوصه في الجرائد والمجلات الوطنية والعربية. صدره مجموعة أعمال مشتركة وفردية كسوق عكاظ، الحواس الخمس، والخطوة الأولى. أما أعماله الفردية فأزيد من 8 دواوين، منها وحدي أحمل هم هذا الوجه، للموت كل هذا الحب، يسقط شقية، لست على الخط، الكرسي مكتظ بي أيها الفراغ، والمزيد من الدواوين. وله مجموعة قصصية قصيرة بعنوان كان عليه ألا يكون، ما شاء الله حصيلة مميزة من الإبداعات، ونتمنى له أيضا المزيد والمزيد من العطاء. فمرحبا أستاذ لغاتي بيننا، شرفتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولن أنا جد مسرور لحضور هذا اللقاء التكريم لصديقي يعني منذ سنوات السي خير الله ديمي قبل وليد الكوبيسي، يعني كانت معرفتي بوليد الكوبيسي عن طريق الصديق خير الله ديمي. خير الله ديمي كان يزور المغرب في يوم ما، ربما كان يجلس في مقهى معين يتحدثون عن الشعر.
وسهلا ومرحبا بكم بيننا. وضمير رابطة المبدعين العرب. وضمير رابطة المبدعين العرب. اللقب الجديد. ضمير رابطة المبدعين العرب. سؤالي ابتدئ من سي عبد الله فكر. سؤالي حول الواقع الثقافي افاقه وواقعه وعلاقه الاستاذ عبد الفكر بجميع الجمعيات دون استثناء، يعني لا يميز لا بين شاعر وشاعر ولا بين جمعيه وجمعيه، علاقته مع الجمعيات واسهاماته وعلاقته مع رابطه المبدعين العرب كمثال، وشكرا. صراحه انا جد سعيد بتواجدي مع هذه الهامات التي اليوم شرفت أن تكرم إحدى القامات الأدبية الكبيرة ألا وهو الأستاذ والدكتور خير الدين التليمي، هذه القامة التي رفعت من مستوى الثقافة داخل الوطن وخارج الوطن وأعطت الكثير للرابطة، سالت بها نجما وصارت هذه الرابطة تتبوأ المكانة الكبيرة التي تليق بمقامها. حقا في حضور الهامات ترفع المقامات. أنا جد سعيد كذلك أن أكون ضيفا مع هذه النخبة الوازنة التي ترفع من صرح الثقافة داخل وطني الذي أنتمي إليه، وأفتخر أن أكون أن أنتمي لهذا الوطن. أقول للدكتور خير الدين التليمي، أنا خريج المؤسسة العسكرية وآخر تقاعدي خرجت برتبة ضابط في المؤسسة العسكرية. أنا سبقت وأن درست بالمؤسسة العسكرية ثم انتقلت إلى السلك الدبلوماسي خارج الوطن في أمريكا، تشرفت ودرست بأكبر أكاديمية The High Level University in the United States، تخرجت بها أستاذا ثم رجعت إلى وطني لكي أعطي دما آخر للرفقة وللثقافة في بلدي. صحبتي مع كل الجمعيات تبقى صحبة قوية ومتينة، لكل الجمعيات أقول أنا رهن إشارة جل الجمعيات الثقافية التي ترفع من صرح الثقافة ببلدي. أموت أنا ويبقى الوطن، أريد أن يبقى وطني يحمل الثقافة داخل عاتقه، أريد أن يكون هذا الجيل ممثلا أكثر، ونحن نعيش فوضى الهواتف الذكية التي نقصت من المنظومة التعليمية وأخذت منها الكثير. لهذا أعطي يدي ممدودة وقلبي ممدود ثم شيئا من أموالي إلى المؤسسة الثقافية، إلى كل صرح ثقافي. أنا جد سعيد أن أقدم ما في جهدي لكي أرفع من وتيرة الثقافة داخل هذا الوطن الذي أحبه، هو أعطاني وأنا سأعطي. وليد الكبيسي في كلمات مختصرة. هو جميل هو ثقافة الاعتراف، اعتراف الجميل، اعتراف بالناس اللي أعطاهم. أنا اليوم سأتكلم عن خير الله الدليمي. خير الله الدليمي طريق جمعة المبدعين المغاربة وتوثقت صداقتنا. خير الله الدليمي سليل البهاء غدير الارتواء، هو موسوعة يكلمك عن الحرب كما يكلمك عن السلم، وأنت تجالسه يسافر بك عبر ربوع العالم يدخلك في تفاصيل التفاصيل، هو الآتي من هناك إلى هنا لربط جسر المحبة، هو العاشق للمغرب والعاشق للحياة، هو الظل الوارف، هو الأنيق الروح خفيف الظل، هو سفير المحبة والسلام، هو رجل كريم معطاء، هو الطير، هو ذاك الطير الحر الطليق لا يستهويه نعيم القفص، هو الدليمي ابن الدليمي سيقبل معنا الآتي من الخطى بعد وفاة رفيق دربه وليد الكبيسي لروحه سلام، هو من يسألك عن حال الإبداع فيك، هو من وصلت كتابي تقاسم على الجسد إلى مكتب الوطنية في النرويج. ها أنا أفتح ذراعي إليك أيها الدليمي ابن الدليمي لأعانق بحرارة، يا غدير الارتواء
يا غدير الارتواء يا سليل البهاء سنمشي معا سنمشي معا. شكرا. نص شعري لو كان بالإمكان تسلم به معنا مشكور. ولأننا في لحظة بهاء وفي لحظة جمال لا بد أن نقرأ للجمال، هذا ما أعرف. نبضات جمالي بالمنبع والمغلي في خمائل العمق، وبالمهد الجمالي المتدفق من شلال الوهج، وفي حضرة الغروب أعزف على ناي الروح سنفونية الخلود. كم أنت غائرا في العمق أيها الجمال. نبضات جمال تنبلج من أفق المدى، ونسيم سياب يداعب شعيرات النبض. كم أنت غائر في العمق أيها الجمال. على غصن الوهج، على غصن الوهج حط طين جمال ليغرد أنشودة المعنى. من أبدعك أيها الجمال حتى أرتشف جرعة المعنى من صبب الحرف. كفاك وهجا أيها الجمال، ما أنا إلا مريد متصوف بزاوية أتلقن أبجديات علم الجمال وأنتقي من الجميل جميله. كم أنت غائر في العمق أيها الجمال، كم أنت غائر في العمق أيها الجمال، أيها الجمال، أيها الجمال، أيها الجمال. على رواب المؤانسة، على رواب المؤانسة ترسم حسناء الشمائل جسر محبة بلون الحياة. قالت يا دليلي ما الحياة؟ قلت هي الحياة أنشودة معنى تكتب بذات العشق. هي أفق أفاق أنحاز إليه كلما انحرفت بي السياقات. هي الحياة زخرفة على طرانيم البياض نفخ في الروح لميلاد دهشة. هي الحياة أنات شوق ترسو على ساحل الوصال. على مربع حلم من دجى العمر، على مربع حلم من دجى العمر غرد الكاروان لحن الحياة. وبين مروج طيف نزف الحياة عرسا للمدى. صبا الصبابة تهزني على ناصية الوجاع لعشق الحياة المبتوت على جدر. حتما يا خير الله ستنتصر من الحياة وتنتصر فينا الحياة يا عرس المدى. شكرا. بحل الغرة المسبسب يتجعد تدخلوا شيبات يمشي السيل وبحال العين تلحق تعقل الركبة يولي الهبات خمام يجري يجري في اللي فات من ايام. غدارة يا دنيا غدارة يدوى بحال من محال. لا تظني أنني أمدحك مثلما يأتي فارس من الأفق. أنا شاعر في كل بحر، لكن عند الكتابة عنك أحترق. لم أعد أنظم الشعر إلا لماما، لكن في عيدك ينهمر يراعي إلهاما. وأرفع الفرشاة واللون عندما تملأنا العصافير أنغاما. فهذا القصيد إلى حبيبتي التي ستحيل حقيقة ما كان أحلاما. شكرا. نغسل القلوب أم تغسلنا؟ تقرأنا الشفاه أم نقرأ أوجهها؟ نختصر الزمن أم يختصرنا؟ نختزل المحن أم تقتلنا؟ مدججة برشاش القهر والدعم مجنونة أنت عذرا مجنون أنت بدادك مجنونة أنا مجنونة أنا حين أمشك. وتعال معي تعال بمعيتي نكتب بإصرار وإصرار عن الهو عن النحن رجاء رجاء لا تعلن عصيانك.
أو جفاء لا تهفو توبتك مما تكتب مهما رددوا عن مثلي وعني وإياك أنا آفكون. تعالى معي نبصم بالعشرة سك دمار لكل العدا المهزومين ننتشي لهدة المنتصرين. لا تبع ثدي أمك لا تبع مهجة روحك لا تبع التراب ولا ذمتك بباخس الأثمان مهما جعلوك عجوزا هارئا مهما أجبروك عن الانبطاح ركعا للإذعان. أيها القلم تعال من حزمي يا حرم من حياتي حتى دينا وقبرت وزيري وسكون بحالي في الدنيا يبقيني واشف قالي إلى Thank you.